كمان دول هحط عليهم حاجة تانية. كريم الرز بتاعي ده بيولد بيولد والله ربنا مبارك فيه. يا هحط عليه ايه؟ هوريك حالا. هحط عليه شعرة كركم، شعرة كركم من بتاع البشرة. اهو هنا كركم من بتاع البشرة صبار معلقة علشان عالج البشرة بالنهار، وزيت السمسم كده واضرب يا معلم. مش هموت، مش عايزة البوليس يجيلي أنا. وأجي كريم الكركم، أوكي؟ ناو ملعقة، إذا أنت وقعتي، أوكي. هنزل الكريمة بتاعتي المبيضة اللي بتعالج البقع والحبوب لأنه فيها كركم اهي. وعملت لكم الصبح كريم الجزر، يا الهيل السهل البسيط للفقراء، أما الأغنياء كريم الهيرلونيك أسيد. alright ده بالنسبة للناس المحترمين اللي قاعدين معايا. ناو هقلب عشان ادمج كل الكريم مع بعضياته كده بايدي علشان الدوشة. ياخدوا مني البرطمانات، ما بيجيبوليش البرطمانات انا don't know why، معهم برطمانات البلاستيك الرخيصة اصلا. كده هنزل الكريمة بتاع الرز اللي بالكركم هنا كده. ممكن اي كريم عادي في البيت بتاعك تروحي عاملة عليه شعرة كركم وكده، يبقى عندك كريمة سهلة وبسيطة لو ما عندكيش المنتجات اللي بشتغل بيها. alright here we go، نفس الطريقة اللي انا عملتها في كريم الارز تقدري تعمليها في اي كريمة عندك للتفتيح حول العين، للهالات السوداء. كريم الكركم تدهني حول العين للوجه كله اهو. here we go، اي كريمة عندك تقدري تخلطي عليها على حرف الملعقة شوية كركم، بس يكون من النوع الهندي المظبوط او من بتاع البشرة المعروف. اهو على ايدي بيبيض ويفتح جبار اهو. اي كريم في
البيت عندك حطي عليه شعرة كركم.